أهلا بكم أينما كنتم، أحييكم من العربية. أنا منتهى الرمحي وهذا البعد الآخر. يبدو أن هجمات الحوثيين ستتسع من البحر الأحمر لتشمل البحر المتوسط. هذا التهديد أطلقه الحوثيون أخيرا، وقالت الحركة إن المرحلة الرابعة من تصعيدها ستشمل استهداف كافة السفن المتجهة لإسرائيل في البحر المتوسط وفي أي منطقة تطالها أيديها. تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي: أولاً، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. ثانياً، يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. إذن بعد أكثر من 5 أشهر على التوترات في البحر الأحمر، والتي بدأت في 19 من نوفمبر الماضي مع اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن جالكسي ليدر، والتي نتج عنها تعرض نحو 65 سفينة تجارية للهجمات التي شهد بعضها استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. هذه الهجمات كان لها آثار على مناح عدة. عسكرياً، وبخلاف قوات التحالف الدولية المنوط بها حفظ الأمن في البحر الأحمر، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية حارس الازدهار رداً على التوترات المتصاعدة. كان هذا في ديسمبر 2023. كما أطلق الاتحاد الأوروبي أيضاً عملية أسبيدس تعزيزاً للجهود الدولية في فبراير 2024، إلى جانب تنفيذ أمريكا وبريطانيا ضربات جوية وبحرية استهدفت منشآت الحوثيين العسكرية في اليمن. أنشأنا عملية حارس الازدهار تحت مظلة القوات المشتركة وبقيادة عمل قوة المهام المشتركة CTF-153. هذه العملية تجمع أكثر من 12 دولة حول العالم للقيام بدوريات مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن. بالمقابل، أرسلت الصين التي تجني نحو 160 مليار دولار سنوياً من صادراتها عبر ممر البحر الأحمر، أرسلت أسطولاً بحرياً إلى خليج عدن. عيوننا مفتوحة للرصد الدائم. استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. وإن نجحت جولة المفاوضات الجارية بغزة، فإن جبهة البحر الأحمر آخذة في الاشتعال وقد تتسع أكثر. زعيم جماعة الحوثي وهو يحصي منتشيا تجاوز عدد السفن التي استهدفتها قواته عتبة 100 منذ شهر نوفمبر الماضي، أعلن الدخول في جولة رابعة من التصعيد. ستطال عملياته خلالها السفن في المحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. لم تعد اليوم إذن الحرب الإسرائيلية على غزة تشكل وحدها وقوداً للهجمات التي ينفذها الحوثيون في عرض البحر الأحمر، بل يبدو أن هناك ما يؤجج أكثر. فعسكرة البحر الأحمر رفعت من حدة التنافس بين القوى الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية. في 19 من ديسمبر 2023 أعلنت واشنطن تشكيل تحالف الازدهار الذي يضم 24 دولة، تحالف تديره القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ضمن نطاق عمل قوة المهام المشتركة CTF-153 المنضوية تحت مظلة القوة البحرية المشتركة، أكبر تحالف للأمن البحري في العالم. ولأن عملية تحالف الازدهار تحمل طابعاً دفاعياً، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العملية العسكرية بوديسون آرشر طويلة الأمد وواسعة النطاق. شنت بموجبها واشنطن ولندن بدءاً من 11 من يناير الماضي سلسلة من الضربات العسكرية على مواقع الحوثيين في اليمن لإضعاف قدراتهم. أحصى الحوثيون 32 هجوماً خلال أسبوع واحد. السباق نحو التسلح والتمركز على أشده في المنطقة،
أوروبا لم تنخرط في التحالف الأمريكي الجديد القديم، بل سارع الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل قوة أسبيدس التي بدأت أعمالها في 19 من فبراير الماضي تحت شعار تأمين الممر البحري الأكثر أهمية في العالم تقودها اليونان. الصين هي الأخرى لم تقف مكتوفة الأيدي وأرسلت نهاية فبراير الماضي أسطولها البحرية 46 باتجاه خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، في مقابل تحالفات عسكرية دولية غير مسبوقة. ولنحو 6 أشهر يستمر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بل وارتفعت حدة التهديد بملاحقة السفن التجارية في المحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. وهنا تطرح استفهامات عدة عن جدوى الخيار العسكري لحسم الصراع الدائر. وسنتحدث عن مستقبل التوترات الحالية في البحر الأحمر وكيف يتعامل العالم مع الأزمة. ينضم إلي في الاستوديو أولا اللواء الدكتور سيد غنيم، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، الأستاذ الزائر بن نيتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل. أهلا بك معنا سيادتي اللواء. أهلا وسهلا. أبعاد أخرى متعددة، سيناريوهات مختلفة، تصورات وأفكار حول ما يمكن أن تؤول إليه هذه الأزمة في البحر الأحمر. هل من أفق لانتهائها ولا الآن مع تهديد الحوثيين بأنه سيفتحون على البحر المتوسط الأمل بعيد أن تهدأ هذه التوترات؟ من هذا الإعلان يكون عدم التصعيد أمر مستبعد ولو نسبياً، خاصة مع وجود هذا الكم من القوات، استمرار النشاط الحوثي الذي يطرح تساؤلات عن سبب استمراره رغم فارق القوة بين القوى غير المتماثلة. لا شك أن إيران في حد ذاتها أو أذرعها لا تنظر لمضيق واحد أو مضيقين، بل تنظر لعدة مضايق، وما يؤكد الإعلان عن التصعيد في البحر المتوسط. قد يكون كل هذا طبقا للإعلان الحوثي مرتبط بما يدور في غزة، لكن ماذا لو توقف الحرب في غزة؟ هذا سؤال آخر يطرح نفسه. إيه بس أنت بتتصور سيادة اللواء بأنه فعلا الارتباط بما يحدث في غزة، يعني لو أرادت إسرائيل أو أراد العالم أن يوقف هذه العمليات الحوثية، هل يمكن أن يكون إيقاف ما يحدث في غزة اختبار للحوثيين، ولا الأمر أكبر من الحوثيين أصلا؟ كويس جدا يا فندم. خلينا نتخيل الأمرين، ماذا لو توقف القتال في غزة وتوقف الحوثيين، وماذا لو استمروا؟ هنا يرتبط بالهدف الأساسي من الحوثيين. الفرق بين الحوثيين وأزرع إيران الأخرى أن الحوثيين ينفذون استراتيجية إيران إقليميا أكثر من تنفيذها داخل اليمن. إذن لو كان الهدف الحقيقي هو تنفيذ الإرادة الإيرانية في إطار استراتيجيتها، والدليل اللي هو التطلع الآن للبحر المتوسط. لماذا؟ إيران فندم تعتبر دولة داخل الخليج العربي، في نفس الوقت لدينا البحر الأحمر ولدينا البحر المتوسط. صحيح. إيران تريد تو بريدجز، جسرين لهذين البحرين، لديها سوريا ولبنان من خلال أذرعها، لديها الحوثيين كذراع إلى البحر الأحمر. إذن حتى وإن كان كذلك وبرغم القوات الموجودة، فأعتقد أن الحوثيين هدفين رئيسيين: هدف يخدم البعد الإقليمي والاستراتيجية الإقليمية لإيران، وهدف يخدم الحوثيين نفسهم. تلك فرصة الآن، شو فورس لإظهار القوة وإنني موجود وقادر على التنفيذ علانية، ليس ما قبل كوفيد 19 أيام 2019. كنا نشك هل الحوثيين، هل الإيرانيين، هل قوة أخرى، وكان هناك نظرية مؤامرة ربما أمريكا أو إسرائيل مثلا. فإذا الأمر الحالي يوضح أنه أعتقد حتى لو توقف القتال في غزة، أعتقد سيستمر الصراع في البحرين، سواء البحر الأحمر أو المتوسط، بهذا الشكل من التصعيد. قد الحوثيين ممكن أن يستغلوا ما يحصل الآن في البحر الأحمر وما يمكن أن يحصل في المتوسط لصالحهم؟ يعني تنازل مقابل الاعتراف بقوتهم وثقلهم داخل اليمن. بتعرف أنه الموضوع كان في خلاف عليه حتى على المستوى الدولي. بالمرحلة الأولى تم وضعهم تحت قائمة الإرهاب، ثم أزيلوا من قائمة الإرهاب. الآن يعني هم يريدون أن يقولوا بالموجودين في تفكير في إعادتهم، في إعادتهم مرة أخرى. بالضبط بالضبط. أولا فندم، لما تم إعادة الحوثيين، وهذا يمكن من مصادر الخاصة، كان اللي هم يخرجوا برا الإرهاب كان ليس بسبب أنهم في نظر أوروبا والولايات المتحدة تنظيم ليس إرهابيا، ليس لهذا السبب، ولكن لفتح الحوار مع عدم وضعهم وظهرهم للحائط. كان هذا هو السبب الأساسي، لأن حلفائهم في المنطقة
يتمتعون بالازدهار. وأهم شيء ممكن يتعرض له الحلفاء العرب من الدول الغنية هو كسر هذا الازدهار بتلك الصواريخ التي يعتبرها الأوروبيين طائشة. فنعود مرة أخرى، الحوثيين زي ما قلت لحضرتك يستغلون هذه الفرصة لإظهار القوة، لتأكيد السياسة. لاحظي العمرة التي تم إطلاقها، الصعود على مركب تم أسرها مدنيين بشيء من القوة، فهو هو أنا أتفق مع حضرتك، هو إثبات القوة، تأكيد السيادة أو الشرعية من وجهة نظرهم على اليمن. لو كنت محل الحوثيين ما بتعمل هيك؟ بدهم شرعية، بدهم، هم ذراع على إيران، هم يريدون منافذ على البحر أصلا. إذا سمحتي لي دايما أقول كل في ظروفه، أنا لو محل حسين في ظروفهم كنت أفكر بهذا الأسلوب، كنت أنفذ هذا الأسلوب، لا مش كسيد غنيم عفوا، كحوثي، كنت كحوثي. بالطبع كنت أفكر في هذا الأسلوب لأنني لي هدف استراتيجي. هم لا يتفاعلون إقليميا ودوليا الآن حتى في النطاق الإقليمي هازارد، ليس عشوائيا، لا هذا لي تنظيم. إذن هو مستمر في ذلك، الدليل بدل من التخفيض لا سأصاعد صباحا آخر رغم قدراتي المحدودة. هل ما عنده شيء يخسره الحوثيين؟ الفكرة مش كده برضو، أنا استأذنك طبعا يا فندم، ما أعتقدش بيفكر من هذا المنطلق. الفكرة في إيه؟ ما هو هدفي الذي أريد أن أحققه؟ الإزعاج. الإزعاج في الأساس. نجد أن ما فعلته الصواريخ الحوثية حتى الآن، قتل واحد أو اثنين بالخطأ في أحد السفن وخسائر طفيفة جدا في ناقلة أو اثنين. وشو استفادت غزة أصلا من كل اللي بيحدث؟ لم تستفيد. هنا يعني هي النقطة، لما نيجي دايما أسئل هذا السؤال أو أسئل متخصصين كثيرين لا نستطيع أن نجد ربط في النتائج، هناك ربط في الهدف. يعني أنا مفروض أصدق الحسين، أنا لازم أصدقه، لما بسمع أي حد عايز أصدقك، لكن ما النتائج؟ لما بنجد أن ما فيش ارتباط في النتائج فإذا بيقضي على الربط في الهدف الذي تم إعلانه. فإذا الهدف هو الإزعاج، ولذلك حتى في الحروب اللي هي غير المتماثلة الأسيميتريك وور بنلاقي أن هدف الإزعاج ناجح والتصدي ليه طبقا لاستراتيجيته. طيب كيف ترى تعامل القوى العظمى مع الحوثيين أو مع الأزمة الحالية في البحر؟ ناخد أوروبا، بريطانيا، تركيا، الصين، يعني كيف تتعامل معها؟ لا فرق كبير. وحتى لما نقول أوروبا ما أقدرش أقول أوروبا، حتى باعتبار أن بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي لكنها جغرافيا أوروبية، بريطانيا والولايات المتحدة اتجاه محدد وهو استراتيجية عسكرية دفاعية هجومية في التعامل مع النشاط الحوثي. باقي أوروبا اللي يعني نقول حارس الازدهار اللي هو بروسبرتي جارديان ده بيتعامل هجومي دفاعي، سبيدس اللي هي القوى الأوروبية دفاعية صرفة، تمام فندم، في الإجراءات. الدول العربية فيما هو معلن وما نراه الآن في إطار الكمون أو الهدوء أو السكوت لأسباب عدة، وأعتقد في المرحلة الجاية سيكون في إطار رد الفعل. بمعنى احنا بيجي صاروخ بيطلع من الحوثيين بيمر على البحر الأحمر، بيمر الحوثيين لديهم صواريخ تعبر ل 2500 كيلو متر، لكن مشكلتها أنها بتقابلها دول كتير بشبكات دفاع جوي قوية. مصر أعلنت أنني لست ضمن حارس الازدهار والدول العربية الأخرى، خليني أتفق مع هذا الإعلان، لكن عندما يمر الصاروخ ويمس ما نسميه حلقات الدفاع الجوي سيتم إسقاطه في إطار الدفاع، يعني مثل الأوروبيين أكثر. لكن إجراء عسكري دبلوماسي قوي لن يتم الآن، ربما لأن الموضوع لا يستحق. ما تنسيش حضرتك موضوع الازدهار في الدول العربية، وقد يكون صاروخ طائش يسبب مشكلة دون داعي. طيب رغم وجود أكثر من تحالف دولي في البحر الأحمر لمواجهة هذه العمليات الحوثية، وذكرنا في المقدمة أكثر من تحالف، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي اختراق كبير في هجمات الحوثيين، شو السبب برأيك؟ هل الحوثيين أقوى مما كان العالم يعتقد، ولا هذه التحالفات يعني لها أهداف أخرى لا تريد صد الحوثيين كثيرا؟ حضرتك إني عارفة يعني الإجابة السابقة عشان تقول السؤال ده فعلا مرتبط بإجابة السابقة جدا، وهو سؤال ذكي للغاية. بمعنى أنا قلت لحضرتك أن الحوثيين في إجاباتي السابقة مبنيين استراتيجيتهم على الإزعاج، أنها غير قادرة على إحداث أثر تدميري في القوى المقابلة، تمام؟ بنرجع للقوى الأخرى، احنا قلنا في قوى حارس الازدهار الأمريكية البريطانية
وعندنا السبيدس. الاستراتيجية العسكرية ليست مبنية على الهجوم المطلق، هي هجومي دفاعي أو دفاعي هجومي عشان أقولها صح، ودفاعي بمعنى إيه فندم؟ أوضح الاستراتيجية. دفاعي هجومي يعني يطلع الصاروخ أو يطلع الدرونز فأتصدى له وأضربه. أيوه. هجومي يعني أضرب منصة الصواريخ أو منصة الدرونز تحديدا، وليس تدمير حتى القوى التي تطلقه بالعمد يعني. أيوه. ما تبقاش يعني مستهدفة يرجع. أيوه. مش انه يرجع يضرب لا. أيوه. والله يا فندم انه مش قاصد ان انا ادمر بنيتك العسكرية البشرية. يعني مش عايز يصعد الدفاع، هو دفاع فقط وهو معلم من جانب سبيدس اللي هي القوى الاوروبية. اما القوى الامريكية زي ما قلت لحضرتك يتصدى زي سبيدس بالضبط او كان قبلها كذلك وما زال مستمر، ثم استهداف المصدر النيران. طيب ايه المفروض انه يحصل بعد كده عسكريا؟ مش مفروض انه يتم استراتيجيا، لكن نظريا لو كان استمر فرص يتحول للهجوم صرف ايا كان نوع القوه، يعني يضرب الحوثيين في مناطق ارتكازهم، يضربهم في المواقع كقوه حتى كثكنات عسكريه كاهداف اخرى غير مصادر النيران المؤثره فقط، يعني المدفعيه العاديه. صح. القواعد الاخرى هنا ساعتها نقدر نقارن مدى التاثير، هنلاقي في فرق كبير. ويبقى الأسيمتريك وور بتطول لماذا؟ لأن بيكون سلاح، هذا سلاح الإزعاج مؤثر في أرض معينة عنده قدرة على الاختباء أمام قوة كبيرة. هل في قوات برية أرضية دخلت الحوثيين؟ هي لا بالطبع بتغير أصلا كل المعادلات يعني هذه القراءة. سيادة اللواء الدكتور سيد غنيم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. شكرا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. ومستمرون معكم في نقاش الأبعاد واستراتيجيات والتوترات في البحر الأحمر بعد الفاصل. على وقع التوترات بسبب هجمات الحوثيين عسكرة البحر الأحمر، سباق للنفوذ أم محاولة لتأمين الملاحة البحرية؟ وما زلنا مستمرون معكم في البعد الآخر. دخول البحر الأحمر عمليا مرحلة العسكرة منذ تصاعد التوترات في نوفمبر الماضي يلفت النظر أيضا إلى وجود 11 قاعدة عسكرية في منطقة القرن الإفريقي القريبة من مدخل البحر الأحمر لدول أصلا تتنافس على النفوذ الاستراتيجي إلى جانب حماية مصالحها، بالإضافة طبعا للقواعد المتنقلة والوكلاء المتحركين على الأرض. هذه أكبر عملية عسكرية يجريها الاتحاد الأوروبي، لذلك من المهم أن ننجح. النهج الكامل لليونان باعتبارها تقع في تقاطع الطرق بين القارات قد تأثر. لا يمكنك أن تكون تقاطعا للطرق إذا لم تكن الطرق موجودة أو لم تكن تعمل، لذلك فهذا يعتبر تهديدا مباشرا وغير مباشر لنا. وفي محاولة لقراءة الأبعاد المختلفة لهذا المشهد ينضم إلينا سعادة السفير لينكولن بلومفليد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون العلاقات العسكرية. أهلا بك معنا سعادة السفير.
Thank you very much. شكرا جزيلا منتهى. أنا سعيد أن أنضم إليك وإلى مشاهديك. أهلا بك. بالبداية أبدأ معك بالسؤال البديهي، هل تعتقد أن الوضع في منطقة البحر الأحمر مرشح للتوسع من مضيق هرمز إلى شرق المتوسط مرورا بالقرن الإفريقي كما ذكرنا، بسبب المنافسة الحادة بين القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة وروسيا، وبين القوى الإقليمية الكبرى إيران، إسرائيل، تركيا؟ أعتقد أن ثمة الكثير من المصالح في البحر الأحمر، وهناك مصر التي تعول أيضا على حركة الملاحة من البحر الأحمر إلى قناة السويس باعتبار ذلك جزء أساسي من الناتج المحلي المصري والاقتصاد المصري، والسعودية أيضا لها مصالح كبيرة هناك، والسودان وبلدان أخرى وكذلك اليمن. إذن أعتقد أن المصالح الإقليمية أكثر قوة. لست متأكد بأن الأمر أو الأزمة ستتسع إلى البحر المتوسط لأي سبب. فالحوثيون من خلال استهداف الملاحة في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة قد غير المشهد بالنسبة للحوثيين. فكان هناك حرب أهلية في اليمن منذ 2015 ولم ننظر إلى الحوثيين باعتبارهم يمثلون الفلسطينيين. إذن ليس واضحا بالنسبة لي بأن هذا يترجم تلقائيا إلى قضية سياسية أوسع أو إلى قضية هي لها صلة وثيقة بمصالح الصين وروسيا. أعتقد أن كلاهما سوف يستفيدان من استقرار الوضع بدلا من تصعيده. طيب، في بعض المراقبين بيشيروا إلى أن عواصم غربية عدة بتسعى لاستغلال هجمات الحوثيين لتكريس حضورها العسكري في المنطقة، طبعا في سياق المنافسة على الممرات المائية حول العالم خاصة مع الصين وروسيا من خلال حارس الازدهار وسبيدز والعمليات الفرنسية والإيطالية وغيرها. إلى أي مدى تتفق مع هذه التفسيرات؟ أعتقد أنه ينبغي أن نذكر الناس بأن القواعد العسكرية والسفن الحربية ونشر القوات في الخارج بعيد عن البلد الأم هي عملية مكلفة للغاية. إذن لا أعتقد أن ذلك تطور طبيعي، أن يتوقع من البلدان أن تنفق المزيد من الموارد حول نشر القوات باتجاه البحر الأحمر. ربما يمكن أن يدعم عملية دبلوماسية أو عملية ردع من أجل محاولة خفض هذا التصعيد واستقرار الأوضاع. الأمر لن يكون سهل المنال، وهناك الكثير من الأطراف ذات العلاقة أكثر من إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة والحوثيين. ثمة لاعب كبير آخر وهو إيران. طيب، نحن أمام تحدي أمني واستراتيجي كبير في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، كيف يمكن مواجهة هذا التحدي وفق تقديرك؟ ما هي الآثار التي ستنتج عن ذلك لاحقا؟ أعتقد أنه في ظل الصراع في غزة في الوقت الراهن، فإن التفكير في واشنطن يؤكد على أنه يجب أن يكون هناك مسعى للعملية على استقرار الوضع وإنهاء الصراع، وهذا يعني مراعاة مصالح كافة المقاتلين حتى ينهوا الأزمة. لست أدري إذا ما كان هناك أو لا أعلم ما هو الجواب بالنسبة للحوثيين في اليمن، إلا أن يقولوا أن لدينا مبعوث خاص والأمم المتحدة لديها مبعوث خاص بذل مساعي من أجل التوصل إلى مسار دبلوماسي يفضي إلى استقرار الأوضاع في اليمن، ويكون ذلك مرضيا للمملكة العربية السعودية ودول أخرى مثل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن لدينا
لدينا الآن هذا التضامن مع قضية الفلسطينيين في غزة، وهذا تعقيد للأمور، وفي المدى البعيد أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك خطوات عسكرية تتخذها الولايات المتحدة حتى يمكن أن تزيد تواجدها العسكري مع فرنسا وآخرين لمنع الأسلحة من وصول أو المرور من إيران عبر القرن الأفريقي باتجاه الحديدة وإلى سيناء وغزة، وينبغي بذل المزيد لوقف تدفق الأسلحة، وبعد ذلك أعتقد قد ينبغي أن يكون هناك دفاعات أكثر ضد المسيرات والصواريخ. هناك طبعا دفاعات فعالة هي مكلفة للغاية، وهناك جهد يبذل في الولايات المتحدة لتطوير نظم أقل تكلفة تكون فعالة ضد الهجمات بالمسيرات. هناك حاجة للمزيد من المعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية، لكن الأمر سيكون صعبا، ولكن في نهاية المطاف الحل هو حل دبلوماسي يتفق فيه الأطراف على عدم مواصلة هذا الصراع. ولكننا نتحدث عن إيران، وأنت ذكرتها أكثر من مرة في خضم حديثك. هناك من يرى بأن إيران فرضت الآن قواعد اشتباك جديدة في المعركة، نقلت الصراع من مضيق هرمز والخليج إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل ضربة لقراءة الولايات المتحدة الاستراتيجية أصلا لأمن المنطقة. كيف تنظر لهذا التصور؟ ربما هناك بعض الحقيقة في هذه الآراء. أنا شخصيا أعتقد أن حكومة بلادي قد منحت الكثير من الفرص لطهران منذ ثورة عام 1979، وقد سعت لمنح إيران أسلحة في الثمانينات، على الرغم من أن إيران كانت تدعم حزب الله وتفجيره للسفارات وأخذ أيضا الرهائن وقتل الجنود الأمريكيين. على الرغم من ذلك تم تقديم التنازلات المتتالية لإيران على أمل أن يفضي ذلك إلى علاقات أفضل وسلوك أفضل من جانب إيران. ولكن أعتقد أنه في عام 2024 عندما ننظر لما حدث خلال الست شهور الماضية، فإن حكومتنا في واشنطن قالت أن إيران قد تفاجأت بهجوم حماس. أنا لا أعتقد أن إيران قد تفاجأت البت، فهم يستخدمون أسلحة إيران. كان الهجوم هجوما كبيرا، وإيران هي البلد الذي له مبرر للعمل على الإخلال بالعلاقات بين العرب وإسرائيل، والفلسطين هم ضحايا، وطبعا كانوا يتضررون بطريقة أخرى، ويمكن انتقاد إسرائيل بالطريقة التي تعاملت بها، لكن كان لها الحق في الدفاع النفس. حماس أخذت إسرائيل رهائن. كل ذلك يعني أنه ينبغي أن نتحدث عن نهج مختلف وفهم مختلف أيضا للنظام في طهران. هم ليسوا بالجار الجيد لدول الخليج العربي. بس لما نتحدث عن الفلسطينيين والإسرائيليين علينا أن لا ننسى المسألة الرئيسية، وهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. بس بحسب رأيك، هل كانت أزمة البحر الأحمر تحتاج لحرب إسرائيل على غزة لتندلع شرارتها الأولى، أم أنها كانت أزمة مؤجلة منذ سنوات، ربما منذ عقود، نتيجة أهمية الموقع وطبيعة الصراع العالمي على النفوذ؟ وهون لما بنحكي عن إيران ندخل في نفس الحديث. أنت محقة، فالبحر الأحمر ومضيق باب المندب ممران مائيان مهمان جدا بالنسبة للتجارة العالمية والملاحة العالمية وسلاسل الإمداد العالمية، هذا صحيح. ولكن لو نظرت إلى مضيق هرمز والخليج الفارسي، فهما أيضا كان ممران استراتيجيين ولم يؤدي إلى حروب لسنوات طويل. لماذا؟ لأنه كان هناك توافق فيما بين دول الخليج العربية للحفاظ على أمن قوي، وكذلك الحصول على المساعدة من الدول الصديقة. وأعتقد أن هذا أيضا حل في البحر الأحمر، لا يجب أن يكون مكان للصراعات. وقد سمعنا من رئيس الجهاز الاستخبارات الأمريكي أن هناك تقييم في واشنطن
كلينتون بأنهم ليسوا متأكدين بأن الحوثيين سوف يوقفون هجماتهم إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لأن موقف الحوثيين سياسي غامض. هم لم يكونوا من عملاء أو من يخدم مصلحة فلسطين. ولكن عندما تحدثت عن القضية الفلسطينية أتفق معك، الرئيس بايدن وقبله رؤساء آخرون دعموا حل يمنح الفلسطينيين الدولة. سيكون هذا أمر صعب التحقيق، ولكن يجب أن يكون الهدف هدفا استراتيجيا، حتى وإن كانت حكومة إسرائيل الراهنة تعارض ذلك. طيب، في حال اعتقدت العواصم الغربية أن بسط نفوذها على منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ألا ترى أن ذلك سيمثل تضييق على حركة الصين بالذات؟ بالتالي هذا قد يهدد بصراع مفتوح بين الطرفين أو بين أطراف عدة في سياق التنافس على الممرات المائية حول العالم. الواقع أن الصين لديها مصالح في الشرق الأوسط لا شك في ذلك، والصين طبعا الآن تنظر إلى مضيق ملقا، ولكن الصين أو دور الصين كان بالأساس اقتصادي. الصين ترغب في أن يكون لديها التكنولوجيا وصادرات باتجاه الخليج، وفي المقابل تحتاج موارد الطاقة من النفط والغاز. إذن هناك علاقات متنامية مع الصين، وهناك استثمارات عربية متزايدة في الصين، هذا صحيح، لكن الأمر ليس له طبيعة عسكرية بالضرورة. أنا لا أعتقد أن الاتجاه الأكثر ترجيحا أن الصين وروسيا سوف تنفقان الجهود والموارد لبناء حضور عسكري. أعتقد أنهما سيكون ممتنين عندما يريان الولايات المتحدة والدول الغربية أخرى تسعى لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر وفتح أيضا ممرات ملاحة آمنة، وهذا طبعا سيوفر المزيد من الأموال ويسمح للسفن وشركات الملاحة وشركات التأمين وكذلك أطقم السفن، كل هؤلاء الذين يعرضون المخاطر الآن في مأمن. وأعتقد المهمة الأساسية هي أن يستقر الوضع بدلا من تسريع نشر القوات وإقامة القواعد العسكرية. سعادة السفير لينكن بلومفيلد، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. ومستمرون معكم أيضا في البعد الآخر في قراءة أبعاد وسيناريوهات ما يحدث بالبحر الأحمر بعد الفاصل. تداعيات اقتصادية كارثية جراء تصاعد التوترات في البحر الأحمر واستمرار الأزمة يزيد خسائر الشركات ويهدد بتفاقم التضخم. أهلا بكم من جديد. وفي الأبعاد أيضا الآثار الاقتصادية لأزمة البحر الأحمر، هذه الآثار لا تقل أهمية عن الآثار العسكرية أو السياسية، فهي الهدف الأساسي الذي تسعى لاستخدامه جماعة الحوثي. فمع مرور 30% من تجارة الحاويات العالمية عبر قناة السويس، وهي أحد أهم الممرات المائية في العالم، قلبت أزمة الشحن في البحر الأحمر سلاسل التوريد رأسا على عقب، بالإضافة طبعا إلى زيادة تكاليف الشحن بسبب ارتفاع أسعار المسارات البديلة خاصة من آسيا إلى أوروبا، والتي وصل بعضها إلى نحو 5 أضعاف التكلفة. We'll be right back.
ولتفاصيل أكثر حول الآثار الاقتصادية للتوترات في البحر الأحمر ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ الدكتور ثامر محمود العادي، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية سابقا. أهلا بك معنا دكتور ثامر، وخليني أبدأ معك بما أشرت إليه. أهلا وسهلا. في بعض مقالاتك أشرت أنت إلى أن ازدياد التوترات في منطقة البحر الأحمر وتحويل عبور السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يسهم في زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يؤدي بشكل قاطع إلى حدوث موجة تضخمية عالمية، خصوصا أن البحر الأحمر يستحوذ على 30% من الحاويات. هناك 4 شركات عالمية أوقفت عملياتها فيه في ظل ازدياد المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع الجيوسياسي. كيف نفسر للمشاهدين في البعد الآخر التداعيات الاقتصادية لتصاعد هذا التوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر بشكل مفهوم، بشكل قريب، بشكل يؤثر على الأفراد؟ ما سامع. ألو دكتور ثامر، هل تسمعني؟ أي الآن سمعتك. الآن سمعتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا. الحقيقة نحن نتناول الآن موضوع في غاية الأهمية في منطقتنا العربية، في خليجنا العربي، وفي منطقتنا اللي هي في العالم العربي، زائد تركيا وإيران وبين مزدوجين إسرائيل في هذه المنطقة الحيوية. ناتج محلي إجمالي لكل هذه يصل إلى بحدود 5 تريليون دولار، ناتج محلي إجمالي، وتجارة تصل إلى حدود 3 إلى 4 تريليون دولار. إذن هي منطقة مهمة ومنطقة حيوية. في هذه المنطقة الحقيقة ما حصل أنه نحن نعيش في منطقة تتضمن الدول العربية ومعها الدول الأخرى المهمة في منطقتنا. لذلك أثرت الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا قبلها كوفيد، والآن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية مهمة وأساسية، والحقيقة نحن كعرب نسعى إلى أن تكون هنالك دولة فلسطينية، غزة والضفة الغربية والقدس، هذه هي الحدود. وبناء على ذلك الحقيقة الفلسطينيين والعرب جميعا يدعون إلى الحل من خلال إقامة، مثل ما قلت، إقامة الدولة فلسطين بموجب مبادرة السلام العربية اللي هي مبادرة بيروت في سنة 2020. طيب أنا هلأ بدي أتجاوز هذا الموضوع لأنه متفق عليه. الحوثيون يقولون بأنهم يريدون مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة. بماذا يستفيد الفلسطيني مما يقوم به الحوثي؟ وبالعكس اللي عم نشوفه هو عسكرة، يعني القوات الأجنبية كلها عم تتجمع في البحر الأحمر، فكيف ممكن هذا يفيدنا إحنا في المنطقة أو يفيد الفلسطينيين بالآخر؟ بتعرف أنه كل أزمة دكتور لازم ندور فيها على مستفيد. مين المستفيد من كل هذا؟ صحيح. الحقيقة ما يفعله الآن الحوثيون، ما يفعله هو حقيقة عملية تأجيج للوضع في المنطقة. يعني أسعار الشحن ارتفعت أكثر من 40%، وكذلك الأجور العمل والتفاصيل الأخرى كلها ارتفعت. فهذا بالعكس، هذا انعكس بشكل سلبي على منطقتنا العربية وعلى منطقة اللي هي تتضمن ناتج محلي إجمالي كبير. بالعكس على الحوثيين حقيقة الكف عن هذا الموضوع والالتزام بمبادرة السلام العربية. طيب. لأنها في بس احنا هل نحن عملية فقط ضرر إلى هل نحن فقط في العالم العربي في المنطقة من تأثرنا اقتصاديا بما يحدث في البحر الأحمر، ولا ترك أيضا آثار اقتصادية على الدول اللي بتشارك، اللي بترسل بوارجها وأساطيلها للبحر كذلك؟
لا طبعا طبعا الارتفاع التأمين، أسعار التأمين ارتفعت، أسعار السلع، أسعار الخدمات كلها ارتفعت، حتى أيضا موضوع أسعار النفط، أسعار النفط حصل فيها ارتفاع وأيضا تأثرت، على الرغم من أنه الأوبك بلس حاولت أن تخفف من هذه التداعيات. إذن في تأثيرات سلبية جدا على المنطقة جراء ما حصل في هذه الفترة، لأنه بصراحة نحتاج إلى أن نهدئ الأمور ونعود إلى مبادرة السلام العربية، لأن ما يحصل الآن ليس في مصلحة منطقتنا العربية، تؤثر على التجارة، تؤثر هو الكل بده يروح لمبادرة السلام العربية، لكن إسرائيل ترفض الذهاب لمبادرة السلام العربية، ترفض حتى التفكير فيها، على الأقل الحكومة الحالية في إسرائيل. إحنا بدأنا نتحدث، يعني في ناس ما كانت تعرف مفهوم سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد وضرورة يعني التعاطي معها ومتابعتها بشكل كامل قبل حرب أوكرانيا وقبل كوفيد. الآن أيضا مع هذه العسكرة اللي بتصير في البحر الأحمر، رجعنا نحكي مرة أخرى عن الحاجة الماسة إلى المرونة داخل سلاسل التوريد العالمية. ما المقصود بذلك؟ كيف يتم تحقيقه فعليا على الأرض؟ أي نعم نعم طبعا طبعا هو 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 أي تشنج في المنطقة، أي تشنج في المنطقة أو أي تصدع في المنطقة أثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، وعلى وارتفعت أسعار النقل وأسعار الشحن كلها ارتفعت، وأيضا كل الأسعار الأخرى، أسعار المعادن، أسعار الذهب كلها ارتفعت، ولذلك أي تشنج أو أي يعني موجات من العنف والقتل كلها تؤثر على منطقتنا العربية. لذلك أنا أجرت أنه نحن لدينا الحل المهم والأساسي هي مبادرة السلام العربية، لأنه العالم لا يتحمل مشاكل أخرى واضطرابات أخرى. يعني أسعار العالمية الآن كلها ارتفعت، الأجور كلها ارتفعت، البطالة، نسبة البطالة في عالمنا العربي ارتفعت، في أمريكا ارتفعت، في بريطانيا ارتفعت، في كل هذا العالم. لذلك الحل هو الذهاب إلى السلام. السلام هو يا ريت يا دكتور المهم، هو السلام مطلب من الدول العربية، دول الإقليم، من نعم. حتى من الجانب الفلسطيني، حتى حماس نفسها قالت بأنها هي مستعدة أن تلقي السلاح إذا ما تم الاعتراف بدولة فلسطين على أراضي 67 بالقدس الشرقية، ولكن من يرفض ذلك هو الجانب الإسرائيلي، علشان هيك يعني تكراره بهذه الطريقة دون فعل حقيقي يؤدي لهذه النتيجة يمكن يكون صعب أو حديث دبلوماسي أكثر منه حقيقي. في المنتدى الاقتصادي العالمي انعقد قبل يومين أشار إلى أنه تسريع رقمنة التجارة ورؤية بيانات سلاسل التوريد يجعل الحلول المتكاملة الشاملة مع الإدارة التنبؤية والاستباقية ممكنة. كيف ممكن نشرح هذه التوصية للجمهور؟ لا ممكن تعيديها مرة ثانية، ما وصلنا الصوت. أنا معك. في المنتدى الاقتصادي العالمي أكيد تابعته اللي صار بالرياض، أشار إلى أنه تسريع رقمنة التجارة. أي نعم كنت متابعه. أي تسريع رقمنة التجارة نعم. ورؤية بيانات سلاسل التوريد يجعل الحلول المتكاملة والشاملة مع الإدارة التنبؤية والاستباقية ممكنة. أنا ما فهمت هاي التوصية شو معناها؟ الحقيقة موضوع سلاسل التوريد، الحقيقة طبعا تأثرت بدرجة كبيرة، موضوع سلاسل التوريد تأثرت بدرجة كبيرة وانعكست بشكل سلبي على التجارة. الآن نحن نحاول ونذهب إلى موضوع التجارة الرقمية، ولكنها في ظل هذه التطورات بصراحة تعاني بعض الإشكاليات والمشاكل التي بحاجة إلى عملية حلها. الوصول إلى التجارة الرقمية مطلب مهم وأساسي، لكن هذا يواجه معوقات ويواجه إشكاليات مهمة وأساسية، علينا أن نقدم على حلها قبل أن نذهب ونحقق نتائج إيجابية في موضوع الرقمنة والتجارة الرقمية. نعم هو هذا الحل في هذه المرحلة. وهي طيب. توصية مهمة حقيقة، توصية مهمة علينا العمل عليها، هنا هذه التوصية، علينا العمل عليها في كل المؤتمرات والمنتديات القادمة العالمية لكي نجسد هذا الموضوع، لكي نستفاد أمر واقع ونحسن حركة التجارة
وتدفق التجارة في العالم. نعم نعم نعم. كل المنطقة متأثرة والتضخم الحقيقة ونتأمل أنا بقول كل المنطقة متأثرة والتضخم عم بيعاني منه حتى كثير من دول العالم. الأزمات واحدة تلو الأخرى لم تتوقف من أوكرانيا والكوفيد حتى الآن. نعم. لكن مصر تحديدا تتحمل ضرر كبير جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر. مثلا رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أشار إلى أنه هاي الأحداث تسببت بتراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50%. كيف بيأثر هذا على الضرر على نعم. توازنات مصر المالية؟ نعم نعم. هذا الحقيقة ارتفعت يعني مصر من 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 أهم الدول وأكبر الدول العربية تأثرت بدرجة كبيرة في موضوع الأسعار وارتفاع الأسعار، وحتى سعر الصرف يعني تراجع بدرجة كبيرة، والآن سعر الصرف الدولار يصل إلى تقريبا إلى 48 جنيه، وهذا انعكس على ليس على مصر فحسب وإنما على كل دول المنطقة الأخرى، وتأثرت أيضا بدرجة كبيرة. مصر من الدول التي تأثرت بدرجة كبيرة، بالأخص أن الممر المائي المهم اللي هو في البحر الأحمر وخليج عدن، هذا هو يشكل أكثر من 7 إلى 8 تريليون مليار دولار من الموارد الموازنة المصرية، وعليه تأثرت بدرجة كبيرة. وكنت أود أن أسألك عن التأثير على إسرائيل، إذا كنت لاحظته ولا لا في هذه العمليات أم لا، ولكن سنتركه بإذن الله لمقابلات قادمة. من القاهرة الأستاذ الدكتور ثامر محمود العاني، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية سابقا، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر. يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي العربية فيسبوك وإكس ويوتيوب. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل.